بسم الله الرحمن الرحيم. بناتنا العزيزات، نلتقي فيكم اليوم لقاء جديد في درس جديد، هالمرة مع كتاب الهندسة، مع الوحدة الأخيرة. نحن بنتذكر قبل ما نعطل كنا مأنهين الوحدات اللي قبل الوحدة الخامسة، أنهينا الوحدات الأربعة. هلا رح نبدأ اليوم بالوحدة الخامسة إن شاء الله تعالى. مثل ما نحن بنعرف دائما، نستعرض في بداية كل وحدة أهداف اللي نشتغل عليها، وبعيد وبذكر لأنه ممكن العطلة تكون خلتنا ننسى شوي، أنه نحن دائما كلمة هدف لما الأستاذ بيحط لي هدف، يعني أنا كطالبة لازم دائما أتذكر أو أسأل نفسي بكل لحظة من الدرس، هل أنا فهمت الهدف هذا؟ هل وصلني الهدف تماما؟ مشان ما أنتقل لهدف آخر إلا وأنا فاهم كويس الهدف هذا، وإذا في أي سؤال بنسأل. طبعا أنا قبل ما أبدأ بالعرض الأهداف بشكر كثير الطالبات اللي تواصلوا معنا، اللي كان عندهم أسئلة، هذا مؤشر أنه هن درسوا وهن اشتغلوا. بعض الطالبات طلبوا انه الشرائح بشكل واضح اكثر مشان ينقلوا الدرس، هذا كمان شيء كثير ايجابي، فشكرا كثير لكم، وهذا يعني مثل ما بيقولوا عشمنا فيكم جميعا. طيب الوحده الخامسه، وحده بالعلم الرياضي بنسميها او الهندسي بنسميها الهندسه الفراغيه، يعني بنحكي عن المجسمات. هلا رح نطلع من المستوي وننتقل لما يسمى الفراغ. فما عاد في عندي مستطيل، صار في عندي متوازي مستطيلات، ما عاد في عندي دائره، صار في عندي مثلا كره. فلازم شوي خيالنا يساعدنا انه نطلع ونتخيل الشكل. يعني هلا لما رح نرسم اشكال فراغيه رح نطلع على الشكل. بعض الناس بيقولوا هذا متوازي اضلاع، لا رح نشوفه انه رح نقول نحن هذا مربع وليس متوازي اضلاع، رسمناه بهالشكل لانه نحن عم نرسم شكل فراغي. الهدف الاول في درسنا ان اعرف الهرم واعرف ارتفاع الهرم واعرف الهرم المنتظم وافهم حالات ارتفاع الهرم. هي النقاط الأساسية في الهدف الأول. الهدف الثاني أن أحسب حجم الهرم. فنحن عندنا مجسمين في الوحدة الرابعة، هي في الوحدة عفوا الخامسة، هي في عندي مجسمين رح نشتغل فيهم، هن الهرم والمخروط الدوراني. كمان نفس الشيء، بدي أعرف المخروط الدوراني ارتفاعه حالاته، وكمان أحسب حجم المخروط الدوراني. كل المجسمات اللي عندي في الوحدة هي مجسمين، وهي وحدة تؤسس للعام القادم. يعني العام القادم ما رح يجي الكتاب يقول لي حجم الهرم يساوي يعطيني العلاقة، رح يعتبرني أنا بعرفه من الصف الثامن، فلذلك لازم أنا هلأ أتذكر وأركز على المواضيع هي تماما. إذن هي أهدافي بالنسبة لدرس اليوم. بنبدأ في العادة كنا نبدأ ببعض الأسئلة، أنا اليوم بدي أختصر الأسئلة، بدي ما أحلها كلها، فما رح أنتقل للشريحة التالية، بدي أعدي شريحة وأنتقل للشريحة هي. نحن دائما بيكون في عنا بعض الأسئلة مشان توضح لي الأفكار اللي في الدرس. مثل ما اتفقنا في التسجيلات الماضية بنتي، هلا الأسئلة موجودة قدامي على السبورة، ما منتابع مع الأستاذ، نوقف الفيديو منحل الأسئلة نحن وبعدين منتابع مع الأستاذ، منشوف ومنقارن حلنا اللي إن شاء الله بيكون حل صحيح. هلا عم بيقول لي الرباعي A O فتحة A فتحة، هذا الرباعي اللي نحن شايفينه الذي نتجت عنه الأسطوانة. نحن السنة الماضية في الصف السابع قلنا يتتولد الأسطوانة عن شكل هندسي، عن شكل هندسي مستوي، عن رباعي. لنقرب أكثر بكون أنا حليت السؤال، فما لازم أقول الكلمة هي. إيش هو الشكل الرباعي هاد اللي تتولد عنه الأسطوانة لو دورناها حول المحور أو فتحة، اللي نحن أخذنا السنة الماضية أنه أو فتحة سميناه ارتفاع الأسطوانة. هذا الشكل الرباعي اللي بتتولد عنه الأسطوانة إيش هو؟ فلازم أنا أعرفه. هو بيعطيني ثلاث اختيارات، هل هو مستطيل، متوازي أضلاع، معين، إلى آخره. السؤال الثاني قال لي نفس الأسطوانة هي، إذا كان A فتحة، A فتحة هو خمسة، و OA ثلاثة، OA هي اللي طلعنا كويس، منشوف إنه هي نصف قطر قاعدة الأسطوانة. قاعدة الأسطوانة نحن بنعرف إيش لازم تكون، فنصف قطرة فبده المساحة الجانبية. نحن أخذنا السنة الماضية، أعطانا الأستاذ السنة الماضية أنه أنا لو مسكت أسطوانة وفتحتها، يعني لو جبت علبة مرتديلا وقصيتها بالطول وفتحتها، رح يتحول الشكل اللي عندي، طبعا إذا شلت القاعدتين رح يتحول الشكل اللي عندي إلى مستطيل. هذا المستطيل له بعدين، لما بدي أحسب مساحته له بعدين، له طول له عرض. أحد البعدين هو هاد A فتحة أو O فتحة نفسه، والبعد الثاني هو هاد كله اللي هو بده يلف على قاعدة الأسطوانة. فحتى أحسب المساحة الجانبية لازم أعرف الكلام هذا. هو بيقول لي قرب لي المساحة الجانبية لعشرة. السؤال اللي بعده بيقول لي شبكة سطوح الأسطوانة السابقة،
كمان أخذنا السنة الماضية شيء اسمه شبكة سطوح شكل فراغي. شبكة سطوح يعني لو أنا فكيت الأسطوانة وحطيتها وجمعت الأشكال أو الأشكال الهندسية الأساسية المستوية اللي بتشكل الأسطوانة راح تكون بهذا الشكل ولا بهاد ولا بهاد. مثل ما قلنا بنوقف الفيديو بنحل ومنتابع مع الأستاذ. هلا بنيجي على الحل. هل عم بيقول لي هل هو متوازي أضلاع ولا مستطيل ولا معين؟ طبعا الطالبات اللي كانوا في أسئلة الاختيارات الأستاذ يوقعهم بفخ ويخربطهم إلى آخره. هلا ما زالت الخربطة موجودة لأنه نحن معتبرنا يعني بنعتبركم موجودات ولو كنتوا ما لكم حضرات الحصة معنا. فهل طلع معك مثلا معين؟ طبعا اكيد لا. راح تقول لي الطالبه لا لانه هذا الطول لا يساوي الطول المعين اطوال اضلاعه متساويه. طب هل هو متوازي اضلاع؟ هي المشكله اللي نحن بنواجهها بالفراغيه. اي شخص بيشوف الشكل هذا بيقول لي هذا متوازي اضلاع. ليه؟ لانه مبين انه هي الزاويه ليست قائمه وهي الزاويه المقابله ليست قائمه. نحن اتفقنا في الهندسه الفراغيه في خيالنا شوي بده يتوسع. هذا الشكل راح نشوف انه ما هو متوازي اضلاع وانما هذا الشكل اللي يكون مستطيل. اذا مما تتولد الاسطوانه؟ تتولد الاسطوانه من دوران مستطيل حول ضلعه الشاقولي أو العمودي. طيب إذا بدي أحسب مساحة الأسطوانة المساحة الجانبية للأسطوانة بدي أفك القاعدتين وأحسب المساحة هي. مثل ما أنا لو فتحناها رح تطلع مستطيل. طوله أو أحد أبعاده هو AA فتحة اللي أعطاني إياه 5. طيب العرض هو اللي بده يلف على الدائرة كله. كم طول الدائرة هاد؟ هذا الطول الدائرة نحن بنسميه نعرف بالرياضيات بنسميه محيط الدائرة اللي هو يعطى بالعلاقة كنا نحسبه دائما C تساوي 2 باي R. ف2 باي في ار. ليش هو قال لي مقرب ل 10؟ لانه بنعرف نحن في حسابات الدوائر في عندي العدد باي 3.14 التقريبي. هو ما بده 14 بده مقرب ل 10 يعني رقم بعد الفاصله. فلازم اضرب 2 ضرب 3.14 هي 2 في باي ضرب نصف القطر هذا اللي اعطاني اياه هو عم بيقول لي 3 واضربهم كلهم بخمسة واحسب المساحه. هي بورقه وقلم على طرف الصفحه راح اشوف انه المساحه بدها تطلع معي بالشكل اللي شفناه. طيب هلا الشكل الاخير او السؤال الاخير شبكه سطوح الاسطوانه. لو فكيت الاسطوانه هي راح احصل على دائرتين ونحن بنعرف الدائرتين بده يكونوا متطابقتين يعني سطح الدائره هي وسطح الدائره هي نفس المساحه تماما. طيب وهذا بده يكون مستطيل. فهل ممكن يكون مثلا هذا هو شبكه سطوح الاسطوانه؟ راح تطلعي بدون ما بدها تفكير طويل راح نقول طالما الدائره هي لا تساوي الدائره هي فمعناها هذا مستحيل يكون شبكة سطوح أسطواني. طيب هل الشكل هذا ممكن يكون شبكة سطوح أسطواني؟ كمان رح نقول لا لأنه هذا المستطيل ما رح يلف الدائرة هي. فرح نعرف أنه بالأخير أنه الجواب هو السؤال الاختيار الأول هذا هو بيكون شبكة سطوح الأسطواني. هي بعض الأسئلة المنشطة اللي بتذكرني بشيء اللي أخذته كله هذا العام الماضي عشان يذكرني شوي بمفاهيم بالفراغية. ومننتقل هلأ لي نشاط. نحن في الحصة كنا نشتغل بعض الأنشطة حتى نبدأ فيها درسنا. هلأ إذا حبيت تساوي النشاط هذا لا مانع لأنه قاعدة في البيت ما في شيء عشان ما نمل. إيش النشاط بيقول لي؟ بيقول لي ارسم وبدقة ارسمي وبدقة مربعا A B C D طول ضلعه 4 على ورقة ما لي علاقة في الدفتر. رسمتي مربع طول ضلعه 4 سنتيمتر. طيب طبعا 4 سنتيمتر يعني ما تسوي لي شغلات اللي كنت بشوفها اللي بالحصة الأربعة بتصير 4.3 أو بتصير 3 فاصلة. وبعدين مربع يعني الزوايا قائمة. في عنا شيء اسمه أدوات هندسية بدنا نستخدمها حتى نرسم المربع هذا. طيب بعدين قال لي ارسم على كل ضلع من أضلاع المربع مثلثا متساوي الساقين. هلأ الطالبة الشاطرة تعرف شو ترسم مثلث متساوي الساقين. مثلث متساوي الساقين محور قاعدته اللي هو نفس الارتفاع اللي هو نفس المتوسط راح تنص في ضلع المربع عند النقطة 2 وترسمي عمود وبعدين من هالنقطة من العمود ترسمي ضلعين للمثلث ترسمي 4 مثلثات. طيب رسمت 4 مثلثات قصي الشكل الناتج بمقص قصيت الشكل مربع وطالع من أطراف الأربع مثلثات وكل مثلث من هدول متطابق مع الآخر وكلها مثلثات متساوية الساقين. قال لي لازم تطلع معك الشكل هذا. هذا المربع هذا مثلث أول مثلث ثاني مثلث ثالث مثلث رابع. طيب هلأ بده يطلب مني أطوي المثلثات على بعضها حتى أجمع رؤوس كل مثلث أجمع الرؤوس الأربعة على بعضها. فما بدي أي عناء في التفكير حتى أستنتج أنه إيش نوع الشكل اللي بده يطلع معي. قال الشكل بده يطلع معي بده يكون هرم بنسميه هرم.
مشكلتنا نحن مع الناس أول ما بنذكر كلمة هرم مباشرة الشباب رأسا بيروحوا القاهرة 60 كيلومتر عن القاهرة الجيزة أهرامات الجيزة خوفو خفرع منقرع هذول الشباب. لا أنا لما في الرياضيات في الهندسة الهرم موهد، أهرامات مصر هي نوع واحد من أنواع الأهرامات. نحن أهراماتنا متعددة كثير في الرياضيات، هذا اللي شوي رح نحاول نفهمه اليوم ونطالعه. فما بدي هلا كل ما أقول كلمة هرم رأسا يروح ذهننا للأهرامات المنتظمة هذيك، لا الأهرامات المنتظمة نوع من أنواع الأهرامات رح نشوفه. طيب هلا لو طويت الشكل هذا سألني ما الشكل الفراغ الناتج صرنا نعرفه، فالشكل الفراغ الناتج هو هذا. ما نوع الشكل هذا؟ هرم. كل الناس تعرف إنه هذا هرم، لو سألت أي شخص بيقول لي هذا هرم. هلا بدي يسألني بعض الأسئلة يحاول يذكرني بمفاهيم أنا اشتغلتها سابقا، مثلا يقول لي طبعا هذا هرم رباعي منتظم، بعدين نحن رح نأكده، هي نحن في الحصة بنبركم نتناقش معكم، هلا ما في عندي حدا أتناقش معه، ليش هرم؟ ليش رباعي؟ ماشي الحال، ليش رباعي؟ لأنه نتج عن قاعدة الهرم إيش كانت؟ كانت رباعية، رباعية الشكل، ما بقول مربع، هلا بتقول لي طالبة لا أستاذ أنت قلت مربع، صح. بس نحن لما بنقول هرم رباعي مو شرط تكون قاعدته مربع، اي رباعي، واتفقنا نحن كلمه رباعي غير مربع، كلمه خماسي غير مخمس. فهرم رباعي يعني هرم قاعدته لها اربع اضلاع، هذا بحالتنا اللي نحن رسمناها مشان نسهل علينا قلنا مربع. طيب قال لي كم وجها للشكل؟ ما بدنا نخطئ، الوجوه غير ما بنحسب القاعده، يعني نحن في الغرفه لما بنقول كم وجه للغرفه اللي نحن فيها بنعد الجدران، ما بنعد لا السقف ولا بنعد الارض، فهي هدول بنسميهم قاعدتين. كمان في الهرم الوجوه غير القاعده، فلما بقول كم وجه للهرم فطبعا طالما القاعده رباعيه فلازم يكون الوجوه كمان اربع وجوه. طيب قال لي كم تبلغ المساحه الجانبيه للهرم؟ هلا الطالب الشاطره اللي بتحب الحساب راسا بتعرف انه القاعده هي أربعة. طيب بدي الارتفاع، الاستاذ ما اعطاني الارتفاع، هلا هي هذا الشكل لانه انشائي بنسمح لك تقيسي الارتفاع بعيد، بتحطي لي خط تحت الفيديو، الحمد لله هلا في تسجيل مشان ما حدا يقول استاذ انت قلت بتقيس، انا بقول هلا هون لانه هي المساله انشائيه مسمح لنا نقيس، لكن لو ما هي مساله انشائيه نحن بدنا نحسب حسابات كم تبلغ المساحه، هي بتكون بالحسابات. طيب ما في ارتفاع، في عنا ادوات، في عنا فيثاغورس، في عنا النسب الثلاث، في عنا اشياء كثير تعلمنا نحسب منها الأطوال المجهولة. هلأ في الحالة هي لأنه إنشائية هو ما أعطاني معلومات غير أنه طول الضلع أربعة، راح قال لي أرسم مثلث طول ضلعه خمسة. طيب هذا معناها طوله خمسة وهذا طوله أربعة، الارتفاع اللي رسمتيه حضرتك، المحور اللي رسمتيه من شوي قلنا لك ترسمي المحور ترسمي منه هذا الطول خمسة، صرتي تعرفي هذا خمسة وهذا أربعة، هذا اثنين لأنه هذا كله أربعة هذا اثنين، فصرتي بتحسني تحسبي حسب فيثاغورس مين ما يسمى ارتفاع المثلث وبتضربي القاعدة في الارتفاع وتقسمين على 2 بيطلع معك المساحة الجانبية للهرم. طبعا ما رح يطلع معك 34، لا رح يطلع معك ربعة، بس لأنه عندي أربع مثلثات بدي أخذ المساحة اللي طلعت معي وأضربها بأربعة حتى يطلع معي المساحة. خمسة قال لي كم تبلغ المساحة الكلية؟ هي سهلة، بعد ما أحسب المساحة الجانبية بدي أضف لها مساحة المربع اللي هي قاعدة الهرم اللي تحت، مساحة مربع طول ضلعه أربعة، هي تتذكروا كنا نقول لكم ناخذ نروح رحله للمبنى الابتدائي بنسال طالب الابتدائي ونرجع، فهي بنحسبها بنضيفها للمساحه هي بتطلع معي المساحه الكليه. هلا هذا السؤال يؤسس للوحده كلها بس مع اختلافات بسيطه رح نضيفها هلا. هيك الطالبه لازم تكون عرفت الهرم، بنتي عرفتي ايش معنى مساحه جانبيه، عرفتي ايش معنى هرم رباعي او غير رباعي، هالكلام صار واضح بالنسبه لنا. فبنحسن هلا نجي ناخذ الفقره النظريه.